طب ايه اكتر موديلات بتطلب منك؟ كله يعني احيانا بيجوني بيطلبوا مني جلابيه، واحيانا لا فستان سواري، احيانا فساتين عرايس، فساتين تكون سيمبل عاديه، فما في شيء معين، لا كله مطلوب. انت بتصممي فساتين سواري بس ولا سواري وكاجوال؟ لا كاجوال ما حبيت اخوض فيه. ليه؟ مش مودي للأسف. مش حاسة انت حابة اكتر الحاجات اللي هي بتبقى دراسي اكتر وفيها اقمشة وفيها ديتيلز كتير، فيها تفاصيل اكتر. ايوه يعني الحاجات اللي بحب فعلا استمتع وانا بصمم لها، وكمان بفصلها العبايات والفساتين. العبايات برضو بحبها بس حاليا بفصل لنفسي. فعلا، ما طبعا بقى لازم بقى ايه من موهبتك تبتدي تلبسي. لازم اوري الناس. بالظبط، توري الناس موهبتك. أيوه. معانا دلوقتي بقى اول صور للتصميمات بتاعتك. حلو جدا جدا. بقى احكي لي بقى اكتر عن الفستان ده. يعني الفكره مش عارفه، انا بوقف قدام الاقمشه، ايوه، ومجرد ما اشوف القماش بتطلع، يعني بتنط الفكرة بتطلع، فبلحق نفسي بورقة وقلم على طول. وانتي واقفة في محل القماش؟ وانا واقفة ايوه بروح محلات الأقمشة. اول ما احيانا اكون خارجة بس كده انه بس بتفرج. بالظبط. على طول بجيب برسم وباخذ القماش وبنفذه في لحظتها. ايوه فده، وانا بختار القماش. يعني كانت الأقمشة موجودة عندي اوريدي، فبطالع لا الموديل موجود في راسي، فعلى طول رسمته. وده كنت عرضته قبل كده في لامود فاستيفال سيزون 1، كان هنا في مصر. ايوه لامود. من 3 شهور تقريبا. مظبوط. سيزون 1 انا كنت فيه فعرضته فيه. هايل، وده تحفه برضو، احكي لي عنه اكتر. ده انت اللي يشوفه يفكر فستان عادي، على فكره القماش ثقيل. يعني القطعه ثقيله مره. وطالعه موضه الحين فساتين القطعتين. تمام. إنه يكون فستان من قطعتين طالع موضة، مش الحين يعني، هي كانت دارجة في السنتين اللي فاتوا. أيوة. فحتلاقي القماشة دي اسمها إيه؟ ده أورجانزا. ده أورجانزا. أورجانزا. وتحتي القماشة اللي لونها ذهبي. دونتيل مشكوك. ده دونتيل مشغول. أيوة. حلو جدا جدا. أيوة. حلو أوي. عجبني في تفاصيل برضو على الكمام وتفاصيل في الظهر، يعني تفاصيل موجودة. أيوة في كلها. أيوة. احكي لي بقى أكتر عن الفستان ده، ليه اخترتي اللون ده تحديدا؟ اللون التيفاني كان أصلاً دارج من فترة ودارج بقوة، يعني مش هو مش موضة السنة دي عموماً. تمام. بس هو لون رقيق برضو. أيوة هادي، وكان دارج وحلو للبنوتات الصغار طبعاً. يعني وبعدين للبشرة البيضة بيبرزها. صح صح، حلو جداً اللون. وعجبني برضو حركة الحزام، اللي هو يعني مديله برضو فكرة. على فكرة الحزام بالطريقة اللي فاتت بتطلع خصر، حتى لو واحدة جسمها مستقيم بيطلع خصر، وطالع موضة برضو الحزام. صح صح، دي حقيقة. والصورة اللي لسه شايفينها حالا بعد دي اهي تاني معانا، ده بقى عبارة عن فستان ولابسة تحتيه جينز. لا ده مش فستان. امال ايه ده؟ دي قطعة من فوق نازلة من هنا من الجب، ما فيش صورة واضحة ليها تقريبا. في واقفة تكون تلبسيها، تقدري تلبسيها على بطريقتين. ايه بقى؟ مرة على الجينز ومرة على تنورة. أنا كنت عرضتها في انترناشونال فاشن أورد. تمام. بتنورة. حلو قوي. فبعدين لما حبيت أصورها بالجينز جات أحلى. حلو جدا. ما دي ميزة بقى، إن في حاجات ممكن تتلبس بكذا طريقة، بالطريقة دي خليه سنة كاجوال أكتر، بالطريقة دي خليه دراسي أكتر. دي بقى الميزة، تقدر تستفيدي منه، مش بس تحصريه في الأفراح. بالظبط كده. لا أنت ممكن تروحي مناسبة، حفلة. بالظبط. ولا أي مناسبة تانية، وتقدر تلبسيه بدون ما يكون شكله رسمي. تمام. عرفتي كيف؟ عشان تقدر تستفيدي من القطعة بأكتر من طريقة وفي أكتر من مناسبة. أيوة. حلو.